مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكريم، كما أعيد الترحيب بضيفي الكريمين السيد علال بوثلج رئيس بلدية سيدي موسى الحاضر معي عبر سكايب، وكذا الأستاذ أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ثلاثة مراد شنايت. أواصل معك الحديث أستاذ، فكرتك التي لربما قطعتها منذ حين بسبب الفاصل، واصل ما كنت تتحدث فيه أستاذ مراد شنايت. اذا لما نتكلم على مجموعه من الاحصائيات نقول بلي ان هناك عده قطاعات تاثرت بهذه الجائحه. نجد ان هناك عمال اللي تاثروا. اولا نبداو بقطاع البناء، لان نعرفوا بلي كاين قطاع البناء عدد عمال اللي راهم يعني غير مصرحين بهم عدد كبير، وكاين قطاع التجاره كذلك اللي تاثر، عمال قطاع التجاره الغير رسميين، كذلك قطاع النقل عماله كذلك تأثروا، خاصة العمال الغير رسميين، ثم بعد ذلك بالإضافة للعمال الرسميين كذلك نجد قطاع فيما يخص الحلاقين، فيما يخص يعني سوف تكون فيه صعوبة أستاذ لربما في عملية الإحصاء. إذا الفئة الأولى اللي ذكرها السيد رئيس البلدية اللي كان معانا، السيد الفئة الأولى وهي فئة المعوزين، معناتها الناس اللي كانوا يتحصلوا على قفة رمضان سابقا، هذيك الفئة نستطيع أننا يعني ندير إحصائيات في أقرب وقت، يعني تكون القائمة حتى لو كان يكون فيها واحد ولا اثنين، يعني كما نقولوا احنا بالك ما يستاهلوش بالعامية، ولكن يكونوا فيها ناس يستاهلوا، ولكن القائمة الأخرى وهي قائمة التجار والقائمة للناس اللي راهم الآن في العمل اليومي، هذه المهنيين والحرفيين، نعم والحرفيين، هذه يعني من الصعب يعني تحديدها في أقرب وقت وبسرعة، ومن الصعب كذلك الوصول إلى كل يعني لو كان نصل إلى كل أطراف في أقرب وقت يعني شيء جيد، وهذا ما ندعو إليه أننا نرقم من الإدارة الجزائرية. يعني للأسف الشديد يعني الإدارة الجزائرية غير مرقمنة، يعني لو كانت الإدارة الجزائرية مرقمنة لو كان كل جميل. هذه الأمور راهي واضحة وضوح الشمس، يعني حتى يعني باش نعطيك واحد الملاحظة فقط، نعطيك ملاحظة يعني الرقمنة أين وصلت. يعني لو كان تعلم أنه وفي تصريحات لوزير الصحة يعني هو اللي صرح وإحنا اللي سمعناه يقول لك باللي الصيدلية المركزية أراسلت المستشفيات حتى تعرف ما هو مخزونه من الدواء، من دواء معين أو من الكمامات أو كذا. نعم. يعني وش معناتها راسلت؟ يعني أنت ما عدناش عصرنا، ما عدناش رقمنا، أرضية رقمية غائبة. هي في الحقيقة أنك انتارك على مستوى الصيدلة المركزية تعرف الستوك اللي موجود في كل مستشفيات. من المفروض. من المفروض. واضح. ما تراسل من راسلك. نعم. ما تقوم لا بمراسلتي لا بمراسلتك، انا غير نشوف ستوك مينيموم نعاود نبعث لك، نشوف باللي فات ستوك وكل شيء واضح، وهذا معناتها ما كانش شفافيه. لهذا لان وهذا ما تكلم عليه السيد رئيس الجمهوريه. جميل. السيد رئيس الجمهوريه لما شخص الوضعيه، وحنا نتمنى له ان شاء الله التوفيق في مساره هذا، لما شخص الوضعيه القابل للوضعيه لازم لها النهوض الى جزائر جديده. وهو معناتها جزائر جديدة معناتها أننا نذهب إلى عصرنة كل القطاعات، نتكلم على وزارة معينة، يعني ما حبش نكون في المواد، إذا أنا ما نقولوش بلي عدة وزارات وليست وزارة واحدة، عدة وزارات أنها غير يعني ما فيهاش هذا الرقمنة لصعب ما صعب أمور الإدارة الجزائرية. وصلت الفكرة. نعاود نولي ليك السيد علال بوثلجة، وعلى ضوء ما كان لربما يتحدث فيها السيد والأستاذ أستاذ العلوم الاقتصادية السيد مراد شنايت، السيد بوثلجة قال بأنه لربما السيد مراد شنايت قال بأنه العملية عملية الإحصاء سوف تصعب ليس عليكم وإنما على جل رؤساء البلديات، لربما بحجة أنه ما فيش لربما رقمنا، ما فيش إحصاء لقوائم مسبقة للحرفيين والعمال باليوم الواحد. سيد علال بوثلجة، فيما يخص عملية الإحصاء وأقصد بذلك إحصاء العائلات المعوزة، ما هي أولوياتكم أو من هم الأولى؟ شوف، احنا لازم نكون واضحين في العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، لأنه فيها الكثير من الحساسيات وفيها الكثير من التداخل تاع المعلومات. لما كان عندنا الوقت الكافي بالنسبة مثلا للإعانة تاع رمضان تاع 6000 دينار، وكانت كاينة تعليمة تاع وزارة الداخلية اللي تفصل وتوضح الفئات اللي من حقها أنها تستفيد منها، عملنا في ظروف جيدة بالتواصل مع
يعني الضمان الاجتماعي بالتواصل مع الصندوق تاع الغير اجاره يعني لاكناس ولا كازنوس، عملنا بالتواصل مع لو سي ان ار لاكاس ناسيونال دو ريتريت الصندوق الوطني للتقاعد، هادو كامل ساعدونا من خلال القاعده الرقميه نتاعهم الناس اللي يتقاضاو يعني معاشات اكثر من 18000 دينار واللي يتلاقاو يعني دي سالير يعني اجور اكثر من 18000 دينار. عملنا على حساب معايير واضحه، والقائمه كما كان يقول الاستاذ ربما ما راحش تخلو من حتى خطا، ولكن هي قريبه جدا للحقيقه من خلال الوقت اللي خذيناه وكان كافي نتاع جمع المعلومات، حتى انه هذا العام تعززنا هذه المعلومات بتحقيقات اجتماعيه، كل ملف عنده وثيقه تاع تحقيق اجتماعي اللي تمت يعني في المكان والزمن اللي لازم. نعم. يبقى بالنسبه لهذه يعني الجائحه نتاع كورونا اللي يعني فاجات الجميع ماهوش فقط الجزائر، حطتنا في ظروف يعني نتاع ارتباك كلي يعني ارتباك في كامل المستويات. هذا الارتباك اللي بدينا نتأقلموا معاه يعني مرحليين. اليوم السيد رئيس الجمهورية أعطى توجيه عام، التفاصيل مازال ما نعرفوش تفاصيل. علاش؟ التفصيل الوحيد اللي نعرفوه هو أنه جاء تعليمة من الوزارة الأولى أنه الناس اللي كانوا راح يستفادوا من الإعانة على رمضان نزيدوا لهم 4000 دينار حتى تصبح 10000 دينار. هذه فئة، وهذا العمل يعني نقدروا نقولوا بالجانب نتاعو كان موجد ومحضر وكل شيء مضبوط، بقى فقط الإجراءات الإدارية البسيطة اللي درناها اليوم وسيتم صبها يوم الأحد. بقى أنه الفئة الأخرى احنا في انتظار أنه الوزارة الأولى أو الحكومة أو يعني مع التشاور مع كامل الوزارات المعنية راح يعني تطلع يا إما تعليمة إما منشور إما وثيقة اللي تشرح بالتدقيق الفئات المعنية بهذه الإعانة، حتى احنا على المستوى المحلي ننطلقوا في العامل الفعلي يعني ندخلوا في المرحله الفعليه لتنفيذ التعليمه. اليوم احنا الاحصاء نتاعنا اللي كان يتم بناء على تعليمه نتاع الوزير الاول اللي جات في نهايه الشهر الماضي اللي تكلمت على انشاء خلايا على مستوى الاحياء. هذه الخلايا حقيقه يعني المعلومات اللي جمعتها من خلال يعني عدد افراد العائله، من خلال رب العائله واش يعمل، من خلال المستوى المدخول تاع العائله، هذه كامل معلومات مفيده نقدروا نستغلوها في المرحله هذه تاع لكن تقرر على مستوى الحكومه ان تكون فئات اخرى تستفيد من 10000 دينار. يبقى انه عندنا مراجع اخرى على مستوى البلديه اللي هي مراجع نقدروا نسميها بالمراجع الرقميه نتاع العائلات العديمه الدخل، العائلات نتاع ذوي الاحتياجات الخاصه، الارامل، المطلقات. كاين بعض المراجع اللي ممكن نستندوا ليها واستندنا ليها مثلا في الاعانه تاع رمضان. يبقى انه في مرحله اخرى في ظروف احسن كان يمكن انه لو كان يعني على مستوى المجتمع، هذا كذلك شيء مهم لانه احنا في كثير من الاحيان نتوجه للاداره فقط وننساو الجانب تاع المواطن، لانه المواطنين الكثير منهم يعملوا في مؤسسات خاصه والمؤسسات هذه ما راهيش يعني كما نقولوا احنا مأمنتهم يعني سون با ديكلاري. كاين الكثير من العمال حتى بعض المؤسسات تنصل اصحابها من عمالها يعني وكما نقولوا بالعاميه سمحوا فيهم يعني باش نكونوا صراحه. وهذا المشكل هو مشكل نتاع مجتمع ونتاع مواطن اكثر منه مشكل نتاع اداره، لانه علاش؟ الاداره ما تقدرش كل واحد تمشي له لبيته وقال لازم انت تكون مصرح بك ويكون يعني يدفع عليك الضمان الاجتماعي ويدفع عليك يعني التامين. هذه الامور كذلك متعلقه بالنظام تاع المجتمع. جميل. سيد علال بوثلجة دقيقه فقط ونواصل ما نواصل الفكره فكرتك السيد علال بوثلجة، لكن مشاهدينا الاكارم دعوني اذكركم بالحصيله الاجماليه لعدد اصابات فيروس كورونا، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة، فإن البيان سجل 108 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين المؤكدين بفيروس كورونا إلى 2268 مصاب بالفيروس، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة
رحمهم الله منتشرين عبر 8 ولايات، لترتفع حالة أو لترتفع ويرتفع عدد الوفيات إلى 348 حالة وفاة. نفس البيان سجل 75 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الرقم إلى 783 حالة شفاء. أعيد البيان، سجل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 2268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. نفس البيان سجل 12 حالة وفاة جديدة رحمهم الله منتشرين عبر 8 ولايات، ليرتفع العدد إلى 348 حالة وفاة جديدة. حالة وفاة الأشخاص الذين شفيوا هم 75 شخص شفيوا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين شفيوا إلى 783 شخص شفيوا من داء كورونا. أعود إليك السيد أبو ثلجة لنتم الفكرة، اسمح لي على مقاطعتك السيد علال أبو ثلجة. واصل. قلت لك أنه كاين جانب مهم جدا اللي متعلق بالمواطن في حد ذاته، اللي هو كذلك ما يديرش يعني الدور تاعو، وفي كثير من الأحيان ربما ما يعرفش حقوقه، ومن بعد لما يبحث عن الواجبات ما يعرفش الحقوق نتاعو ويدير الواجب تاعه، ربما في وقت الضيق لما يحب يسترجع الحق هذا يلقى نفسه بانه امام واقع يعني غير مريح. اليوم نشوفوا الكثير من الناس اللي يعملوا في قطاع النقل يعملوا كقابضين يعني في قطاع النقل. نعم. تلقى ناس اخرين يعملوا يعني عند الحلاق وهو ماهوش هو صاحب المحل، يعني يعمل كما نقولوا احنا بالكرسي عند الحلاق. نعم. كاين ناس اخرين يعملوا في قاعات الحفلات، وهذا النشاط اللي كذلك خصوصا يعني فئه النساء، وفي كثير من الاحيان هما كذلك ماهوش مصرح بهم. هذه الفئات اليوم هي اللي تطرح لنا الاشكال. احنا طرحنا اشكالين يعني رئيسيين، هو انه للصراحه السيد علال أبو ثلجة سيصعب احصاؤها، من الصعب احصاؤها. لا شيء المؤكد انه على المستوى البلديه راح يكون عندنا صعوبه جمع في تحديد قائمه يعني حقيقيه مضبوطه، إذا كان ما كانش تعاون تاع الناس، يعني إذا كان الناس ما تكونش متفاهمه وكل واحد يبحث على حقه وحقه فقط، وما يخليوناش نعملوا في ظروف جيده، وما يكونش كاين الامانه والصدق عند الخلايا هذه اللي نعتمدوا عليها، راح يكون عندنا صعوبات كبيره جدا انه نحدوا قائمه اللي هي مضبوطه نتاع الناس حقيقه اللي تاثروا مباشره من جائحه كورونا. جميل. احنا تعودنا يعني للاسف على صور غير مريحه، غير مشجعه، غير مطمئنه على انه الناس تتهافت. انا اقول لك باللي في اليومين الماضيين الناس تهافتت على مقر البلديه ومقرات بلديات اخرى بحثا على هذه الاعانه نتاع 10,000 دينار، واحنا يعني كان عندنا بعض الصعوبات انه نقنعوهم انه مازال ما دخلناش في الاجراءات العمليه، والاجراءات العمليه تستلزم الكثير من الامور حتى نثبتوا، لانه هذا كذلك احنا بالنسبه لنا كرؤساء بلديه كيعني امرين بالصف هذه مسؤوليه وامانه قبل كل شيء. سيد علال أبو ثلجة، نعم، قلت لك امانه قبل كل شيء، امانه وهي كذلك مسؤوليه امام الله ومسؤوليه امام الدوله، لانه احنا مسؤولين على 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 الحفاظ على المال العام. ما نقدروش نصرفوا هذا المال العام على ناس اللي ما يستاهلوش، لانه ربما غدوه احنا كذلك نصبحوا في مساءله. اليوم احنا في ظرف صعب، لازم نعاودوا نرجعوا الى مستوى الوعي. الاستاذ كان يتكلم على الحجر الصحي واحترام الحجر الصحي، اليوم كذلك هذا جانب اخر نتاع التكافل الاجتماعي. اليوم كاين صور جميله جدا راهي تصنعها يعني مجموعات من الشباب متطوعين مؤطرين في جمعيات، راهم يقدموا في اعانات في البيوت تاع الناس، رانا يعني رانا نرافقوا فيهم، رانا واقفين معاهم، رانا نتعاونوا معاهم حتى ما نخليوش الاثر تاع هذه يعني الازمه الصحيه يتحول الى ازمه اجتماعيه ولا ازمه غذائيه. ولكن بالمقابل كاين تجار الازمات، كاين الانتهازيين اللي لازم اليوم يعني نمدوا بهم ونوقفوهم ونقولوا بلي لازم يخليوا المكان، خصوصا يعني الان لما السيد الرئيس التزم انه هذه الاعانات تصب قبل شهر رمضان، الوقت هو وقت ضيق جدا. اليوم بالنسبه للناس اللي كانوا راح يستفادوا من اعانه رمضان الامور خلاص راهي مضبوطه ومشات وتمت. بالنسبه للفئه الاخرى اذا كان كاين قرار، لانه حتى شوف لازم نكونوا واضحين حتى من الساعة اللي أنا نكلمك فيها على مستوى البلدية مازال متلقينا
حتى تعليمه يعني مكتوبه مباشره اللي تعطينا اشاره الانطلاق الى تحديد قائمه جديده تاع ناس اخرين اللي راح يستفادوا من الاعانات. جميل. في انتظار التعليمه التي تعطي انطلاقه صب الاعانات لمستحقيها، اعود اليك استاذ مراد شنايت. نفترض انه لربما كل الامور ضبطت فيما يخص احصاء قوائم المعوزين، عمال القطاع الموازي أو المهن الحرة الذين يقدرون هم وعائلاتهم بأزيد من 2 مليون شخص انقطع قوتهم أو قوت يومهم، العام الذي كان لربما يحصل 5 ملايين سنتيم في الشهر وقولوا ألف يعني والف يقضي شهر رمضان بهذا المبلغ، في رأيكم أنتم هل سيستطيع تسيير شهر رمضان بمبلغ 1 مليون سنتيم؟ وفي رأيكم أيضا وأنتم يعني كخبراء اقتصاديين، هل لربما في حلول اقتصادية أخرى لكي يستطيع هذا الفرد أو المواطن أن يكمل شهر رمضان بشكل مقبول، أم أنه لربما سيتأقلم مع الوضع الراهن أستاذ؟ شوف، هو في حقيقة الأمر الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين حقيقة صعبة وصعبة جدا، ولكن كذلك لا ننسى أن الدولة الجزائرية تحاول أن تساعد هذه المواطنين حسب إمكانياتها الحالية. نتكلم عن الإمكانيات الحالية للدولة الجزائرية. نعم. الإمكانيات الحالية للدولة الجزائرية راهي تحاول أن تساعد وفق ما لديها من إمكانيات مالية وفق الظروف الحالية. ما تنسوش بلي عدة نفقات جديدة راهي ظهرت للدولة الجزائرية، وبالتالي احنا كما نقولوا هذه عبارة عن مساعدة، ولكن في نفس الوقت احنا نقترح إجراءات اقتصادية لي ممكن أنها تساعد في هذا الأمر. احنا نقترح التخفيض من الضرائب على الدخل، التخفيض من كذلك من الضمان الاجتماعي باش نخليو لي ديكلاراسيون، باش نخليو المؤسسات يديكلاريو هاد العمال، باش يخليهم يستطيعوا ان يصرحوا عند الضمان الاجتماعي، وبالتالي ان هاد العمال تولي عندهم اجر حقيقيه وما همش يخدموا في سوق الموازيه غير رسميه. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، احنا نطالب أننا نعاودوا نرجعوا للدفع الإلكتروني، لأن لما يكون هناك دفع إلكتروني معناته أن غدا إن شاء الله من المطلوب أن هذا اللي هو في السوق الموازية يعاود يدخل خطوة بخطوة إلى ماذا؟ إلى الشيء الرسمي. نعم. ثم بعد ذلك نطالب كذلك بعصرنة القطاعات وإدخال ورشات إصلاحات كبيرة على مختلف ماذا؟ القطاعات الاقتصادية. كل هذه الإجراءات لا تتم ما بين عشية وضحاها، هذه عملية عن مشروع لمدة 5 سنوات و10 سنوات. الآن احنا ظروف صعبة، زد على ذلك انخفاض في أسعار البترول، زد على ذلك هذه الجائحة، زد على ذلك ما حدث في العهدات السابقة. كل هذا الآن عندنا رئيس عنده آمال، عنده برنامج، عنده أهداف يريد أن يحققها. احنا نطالب من الشعب الجزائري أنه يساعد الرئيس ويساعد الحكومة من أجل الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى بر الأمان عن طريق ماذا؟ عن طريق برنامج حقيقي يهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي. احنا في هذا الأمر كذلك احنا باش نشوفوا أنا كهذا أنا نعطي لك المواطنين باش ننبههم فقط. نعم. أنا مانيش ندير في التهويل، لأن حاشا ولله أن نديروا التهويل، ولكن الإحصائيات المقدمة إلينا لازم نقراوها جيدا، نقراو جيدا الإحصائيات اللي تقدمها لنا اللجنة الآن على مستوى وزارة الصحة. لازم نشوفوا باللي الإحصائيات راهي تقول عدد الذين يعالجون، هذه نقطة راهي كثيرة لازم نعرضها، عدد الذين يعالجون في المستشفيات راهي تقريبا لحقت 3000 اليوم يعالجوا في المستشفيات، معناتها الناس راهم مصابين بالكورونا. نعم. فقط طريقة معرفة كيف هم مصابين، الآن أنا نلاحظوا في الشاشة حوالي 3495 تحت العلاج، معناتها هذو راهم مصابين ماهوش 2000. نعم. زيد لهم الوفيات، ربي يرحمهم ان شاء الله، لان الوفيات شنو هما؟ هما الناس توفوا لانهم مصابين. نعم. ثم زيد لهم الناس الذين شافوا، معناتها هاد الناس كانوا مصابين وشافوا، معناتها الرقم يوصل الى اكثر من 4000 شخص.
نعم يجب ان لازم ان نقرا الاحصائيات نقراوها جيدا. يجب ان المواطن الجزائري ما يستهزاز، لان احنا حقيقه نبعث رساله امل، رساله طمانينه، من اجل اننا ماذا، من اجل اننا نذهب الى بر الامان. ولكن في الوقت لا في نفس الوقت لازم اننا لا نستهزئ بالامور. يجب على كل مواطن ان يكون يجب على كل مواطن ان يكون مسؤولا لخطوره او مسؤولا على على, على, على كل الامور التي تحدث الان. استاذ الان الطريقه الثانيه. الو نعم نعم واصل استاذ. الطريقه الثانيه التي يجب ان ندرسها جيدا هي كذلك كيفيه ايصال هذه المبالغ، ليس الى الطبقه الاولى، الطبقه الاولى اللي تاع الموزعين تاع قوف رمضان، لان السيستيفي تاعهم موجود عند البلديات، وكي يعني امور كاين امور يعني واضحه. لكن الطبقه الثانيه كذلك، هل سوف تدفع ملفات؟ اين تدفع الملفات؟ كيف سوف يتم دفع الملفات؟ او انها سوف يتم جمع الملفات من طرف اللجان معينه؟ هل سوف تصب عن طريق سي سي بي؟ او اننا سوف ياخذون الاموال من امين الخزينه؟ يعني امور كثيره. احنا نتمنى هذه الامور فقط انها تتم وفق شروط صحيه لا تخلو انها تكون من اجل ماذا؟ الطمانينه والاستقرار. واحنا نريد فقط اخراج الجزائر من هذه الازمه، وان شاء الله تخرج من هذه الازمه الصحيه والازمه الاقتصاديه في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. نعود لك استاذ او السيد بوثلجة في خصوص او فيما يخص الاعانات التي اقرها او اقرت من قبل الحكومه الجزائريه، والتي كانت في اواخر شهر مارس المنصرم، والراميه الى لربما ايصال اعانات الى مختلف العائلات المعوزه. هل وصلتكم هذه الاعانات وهل وزعتموها السيد رئيس البلديه؟ أنا كنت ذكرت لك منذ قليل أنه في كدفعة أولى تلقينا تاع 200 إعانة أو 200 طرد غذائي. هذه ال 200 طرد غذائي اللي جات عن طريق ولاية الجزائر وزدنا عززناها على مستوى بلدية سيدي موسى حتى تكون يعني عندها أثر. تم توزيعها بالأمس على 200 عائلة موجودة في مناطق ما يسمى بمناطق الظل، اللي هي الاحواش. احنا على مستوى سيدي موسى عندنا 16 منطقه ظل، كاين 6 استفادوا، والباقي بدايه الاسبوع ستصل الاعانه نتاعهم ان شاء الله. جميل. بعض رؤساء البلديات وبعض البلديات لم تصلهم الاعانه والى حد الساعه، يقول لك يعني كيف لرئيس بلدية أن لربما يسير هذا الوضع في رمضان وهو لم يتلقى إعانات شهر مارس المنصرم؟ يعني يقول لك أكيد أنه لربما المأمورية راح تزيد تتعقد وتتعقد أكثر وأكثر عليه. أنتم يعني مثل ما قلت أنتم تلقيتوا الإعانة، لكن بلديات عديدة لم تتلقى الإعانة وهي متخوفة لربما من عدم تلقيها إعانات شهر رمضان. سيد بوثلجة، والله شوف انا نقول لك على المستوى المحلي ماهوش لازم تبقى يعني مكتوف الايدي وتنتظر فقط انه السماء تمطر ذهبا وفضه. نعم. نقول لك تلقينا اعانه نتاع 186 قفه فيها 9 مواد في كل قفه، يعني بالاجتهاد نتاعنا المتواضع بالتوفيق من الله بالمساهمه نتاع الممولين الخيرين انتقلنا من 9 مواد غذائيه الى 20 ماده غذائيه، ومن 186 الى 200، وحنا بصدد تحضير 200 اخرى فقط من عند الممولين، زياده على انه نرافقوا ونساعدوا كل الخيرين والمجموعات اللي راهي تتنظم على مستوى الاحياء باش كذلك هي تقدم الاعانات وتجمعها وتقدمها لعائله معوزه، وحنا في تبادل حتى تاع القوائم تاع الناس اللي استفادت حتى ما تستفادش عائله يعني مرتين، حتى نقدروا نمسوا اكبر عدد ممكن من العائلات ولا من الاسر او من المعوزين. نشوف التسيير على المستوى المحلي يختلف كثير على التسيير هذاك الاداري المنغلق. لازم انه وهذا الدور نتاعنا رئيس البلديه والمنتخبين يكونوا متفتحين على المحيط نتاعهم. انا ما نعطي دروس حتى لواحد، زملائي كامل في ربوع الوطن يعرفوا يعملوا، هما يجتهدوا وراهم يعني يديروا مجهود استثنائيه، وحنا نعتبر انفسنا رانا جنود الجبهه، رانا في الصف الاول نتاع التعامل مع الجائحه هذه يعني بعد الاطباء. احنا نشوفوا بانه عندنا الدور هذا لازم نديروه في احلك الظروف، لانه ماهوش فقط نسير لما عندي الاموال ونسير لما تجيني الاعانات ونسير وفقط.
التسيير هو ماناجمنت، هو الكثير من 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 الامور اللي لازم يتحكم فيها المسير، ولازم تتعامل مع المحيط نتاعك. انا نقول بلي ربما مجموعه كبيره من البلديات المداخل تاعها محدوده، انا نقول لك بلي بلديه سيدي موسى تعتبر منهم، لانه احنا الاجور تاع العمال عندنا قسم ندفعوا 9 شهور تاع الاجور تاع العمال، ولكن هذا ما يمنعناش انه نستفادوا ونستعملوا علاقاتنا، نستعملوا يعني الظروف الحاليه حتى نجمعوا الاعانات ونقدموها لمستحقيها، وما نبقاوش فقط ننتظروا. اذا كان أول اسمح لي نطرح عليك سؤال السيد علال البوثلجة، أو هل لعبت الجمعيات والمنظمات الخيرية دورها في هذا الوقت الحساس؟ نتحدث عن بلدية سيدي موسى السيد علال البوثلجة. أنا أقول على مستوى بلدية سيدي موسى ما عندناش جمعيات وطنية يعني حاضرة، ولكن الجمعيات ما عدا يعني الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري اللي هما راهم ناشطين وراهم يتعاملوا معنا، وإحنا يعني نخل لهم كل احترام ومتبادلين معهم كل شيء اللي لازمون ونديروا مجهود مع بعض. أنا أقول باللي كاين مجهود محترم جدا من الجمعيات ذات الطابع المحلي الموجودة خصوصا على مستوى الأحياء اللي كانت تسمى لجان الأحياء، هي اليوم أصبحت عبارة عن لجان ذات طابع جمعيات ذات طابع محلي، وراهي تنشط وراهي تقدم إضافة. كاين بعض الجمعيات الولائية اللي عندها مكاتب محلية، نذكر منها بسمة الشباب، نذكر منها شباب الخير، نذكر منها عباد الرحمن، كثير منهم راهم يعملوا ويجتهدوا. نقول لك أمر آخر هذه المرة اللي هي كذلك نقطة إيجابية في 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 استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كاين بعض الصفحات نتاع وسائل التواصل الاجتماعي يعني صفحة سيدي موسى بين الأمس واليوم، صفحة ملتقى أبناء سيدي موسى، كاين الكثير من الصفحات يسمحوا لي كاين ربما اللي ما ذكرتهمش اللي اليوم اغتنموا الفرصه نتاع التواجد نتاع كثير من المشتركين في الصفحات تاعهم، وجمعوا نقول لك المئات من الاعانات والمئات من الطرود الغذائيه، وراهم يوزعوا فيها وراهم في تواصل معنا وراهم يتبادلوا المعلومات بالنسبه للعائلات اللي تستفاد حتى ما نكروش الاعانه لنفس العائله. جميل. هذه كامل هي مظاهر لازم نشجعوها، لازم نرافقوها، لازم نساعدوها، يجب ان نثني عليها. نعم، ولازم نعملوا عليها على المدى الطويل، لانه علاش هي هذه الازمه نتاع الكوفيد مصيرها الى زوال، لانه ما بقالهاش اسابيع او اقصى تقدير يعني راح تكون من الصيف. هذا التوقعات نتاع العالم كامل، ماهوش توقعات نتاعي ولا نتاع الجزائر فقط. ومن بعد تمر هذه الجائحه، لازم بعد الجائحه لازم نعملوا على المدى الطويل على عقليه جديده، نظام جديد، براغماتيه اكثر في التعامل مع المجتمع، لانه جميل. المعامله اللي كانت من قبل اثبتت المحدوديه نتاعها في كثير من المحطات، اليوم جات محطه صعيبه، محطه يعني للمجتمع كامل مهدد ومهدد في صحته، يعني ماشي فقط لانه لازم دائما انا نحب نذكر هذه انه دائما هي ازمه صحيه وفقط، مستحيل انه نخليوها تروح لنا الى ازمات اخرى وتتفرح. الازمه الصحيه، وزاره الصحه، الحكومة، سيد رئيس الجمهورية واقفين يقدموا في كامل الشيء اللي لازم، الأطباء والشبه الطبيين يعني أنا أقول لهم يقدموا تضحيات أكثر منها شيء آخر. يبقى أنه على مستوى المجتمع شفنا نهضة يعني تجاوب منقطع النظير، هذا اللي لازم نبنيه عليه مجتمع جديد في جزائر جديدة. التعاون المباشر ما بين الجماعات المحلية وما بين اللجان هذه والجمعيات هذه الطابع المحلي والجمعيات الناشطة حتى نتقدموا باللحمه نتاع المجتمع، لان يعني اليوم القضيه هي قضيه لحمه داخل المجتمع. والارقام انا اللي نشوف في الارقام اللي قدمتها، نترحموا على الناس اللي توفوا، ولكن كاين بعض المؤشرات الايجابيه اللي لازم كذلك نبلغوها للناس، مثلا عدد الوفيات، احنا شفنا بلي عندها تقريبا اسبوع ما نزلتش عدد الوفيات من 20 وفاه، البارح 13 واليوم 12، يعني ربما انا نقول هذه القراءه نتاع يعني المتواضعه. جميل. انه ما دام عدد الوفيات اصبح ينقص ربما، او انا متاكد انه مفعول الدواء، مفعول البروتوكول كلوروكين ازيتروميسين بدا يعطي المفعول تاعو، والعدد نتاع الناس المصابه جديده راهو مستقر، لانه هو راهو ما بين 190. يبقى انه العمليات التحسيسيه لازم تستمر، المجهود تاع المجتمع يعني ككل لازم يستمر، مستوى الوعي لازم يرتقي ما يعاودش يرجع للوراء. جميل. الصور اللي كانت نتاع السميد والحليب راهي تختفي بمرور الوقت،
لأن الناس فهمت أنه ما كاش أزمة غذائية، ما كاش أزمة لا توجد أي أزمة، ولا الشوف المنتوجات أو المواد الغذائية الأساسية متوفرة، ويعني وهذا بشهادة أم عيني، كل شيء متوفر السيد علال بوثلجة. دعني أمر إلى الأستاذ مراد شنايت لأطرح عليه سؤالا أخيرا. أستاذ مراد شنايت، البعض متخوف من العادات التي لازمت الأيام الأولى من شهر رمضان، ألا وهي تضارب الأسعار. الآن الحمد لله أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية والخضر والفواكه مستقرة. أنتم وكخبراء اقتصاديون، يعني هل تتوقعون أنه لربما هذه الأسعار راح ترتفع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، أم أنه راح تبقى مستقرة كما هي عليه الآن أستاذ مراد شنايت؟ نعم، من ناحية الأسعار يعني في شهر رمضان، ما هي الأسعار التي ترتفع؟ ترتفع بعض في الأيام الأولى، ممكن أن أسعار بعض الخضر أو كذلك أسعار اللحوم، ولكن أظن أنها بالنشاط اللي راه مبذول من طرف وزارة التجارة ومن طرف مديرية التجارة حاليا، النشاط الدؤوب اللي هو 24 ساعة، إذا نظن بلي أنه سوف يقلص من هذه المضاربة، وبالتالي نظن بلي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله راح تكون الأسعار فيه أسعار يعني في متناول الجميع، يعني راح تكون، لا أقول في متناول الجميع، ولكن أقول كما هي الآن حاليا، أي لن تكون هناك ارتفاعات. ودعني أتطرق إلى نقطة أخرى، وهو أننا لما نتكلم على أنه ممكن أن على بعد شهر أو شهرين أنه سوف يذهب هذا الوباء، ولكن علي أن أذكر فقط نفسي وأذكر المواطنين، وهذا كذلك من أجل التذكير فقط، أنه العلماء تاع الصحة يؤكدون أنه من المحتمل أن تكون هناك موجة ثانية في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر. إذن هنا لازم أولا العادات التي اكتسبناها، العادات التي اكتسبناها حاليا من تباعد اجتماعي ومن غسل الأيدي وكذا، يجب أن تستمر في حياتنا وأن لا نتركها. ثم كذلك أن روح التعليم الذي وجهها رئيس الوزير الأول تنص على ذلك، حيث أنه يؤكد على ضرورة ماذا؟ على ضرورة النهوض بالنشاط الاقتصادي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز، في ظل ماذا؟ في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية. وبالتالي هنا معناتها الوزير الأول سيد عبد العزيز الجراد أكد على ضرورة الوقاية، لأن علاه؟ لأن كاين طرحين الآن باش ما نكونوا صرحاء، هل ممكن أننا نخفض يعني في شهر رمضان نقص من ساعات الحجر، نقص من ساعات الحجر ونطبق الوقاية بدرجة عالية؟ هنا لازم يكون عندنا مواطنين واعيين، لازم يكون عندنا تجار واعيين، لازم يكون عندنا شيء واعي، وبالتالي نكون في الأمور، أو أننا راح نزيد في ساعات الحجر. هنا الإشكالية راه المواطن هو اللي لازم، هو الأداة الفعالة في هذا الشيء، هو الأداة الأساسية، لأنه إذا كان احنا في نفس الوقت نقصوا من ساعات، كما نقولوا احنا نزيدوا في ساعات الحجر، إذا زدنا في ساعات الحجر معناتها نقصوا في الساعات المسموحة للتنقل، معناتها راح نديروا حوالي 40 مليون يتنقلوا في 3 سوايع، بالتالي حيكون هناك الاختلاط أكثر وأكثر، وحيكون الانتشار ممكن أكثر وأكثر. إذا كان فتحنا ودلنا ساعات الحجر أقل ما يمكن، كذلك من الضروري على المواطن أنه يساعد هذه الدولة. جميل. عن طريق ماذا؟ عن طريق تطبيق الوقاية، بالتالي يكون المواطن منظم، يكون هناك الوقاية، يكون هناك التباعد، ويكون هناك ذا، ممكن حتى أستاذ مراد شنايت، أستاذ مراد شنايت مضطر لأقاطعك لأن الوقت المخصص لهذا العدد قد انتهى. مثل ما قلت وأنا أؤكد على كلامكم أستاذ، يجب أن نقف نحن كشعب جزائري، أن نقف وقفة رجل واحد مع بعضنا البعض ومع حكومتنا الجزائرية، خاصة في هذا الظرف الراهن، لأن الحكومة الجزائرية تحتاج هذا الشعب، والشعب سيحتاج حتما لحكومته. فالسيد مراد شنايت أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ثلاثة، أشكرك على مرورك معنا عبر الهاتف. الشكر موصول أيضا إلى السيد علال بوثلجة رئيس
بلدية سيدي موسى، اعذرنا على ضيق الوقت، وعلى ونشكركم أيضا على المعلومات المقدمة من قبلكم، فشكرا لكم لمروركم معنا عبر هذا المباشر. الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين الأكارم على طيب الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى.